رجل هولندي اسمه ريتشارد كلينهامر، حب بنت اسمها جوهانا. ريتشارد كان مخلص وراح يتزوج البنت اللي حبها. وبعد 7 سنوات من زواجهم وتحديدا بسنة 1991 بلغ ريتشارد الشرطة بانه زوجته جوهانا اختفت. بلشت الشرطة تحقيق بالقضية وبعد البحث عنها ما لقوا اي اثر لها. فهون فكر الجميع انه زوجته تعرفت على شخص غيره وهربت معه. لكن بسنة 2000 تبينت الحقيقة. باع ريتشارد بيته وانتقل على بيت ثاني. وبعد ايام العائلة اللي اشترت البيت بلغوا الشرطة بانهم وجدوا عظام انسان بحديقة البيت. لما طلعت نتائج الطب الشرعي تبين انه هاي العظام عظام جوهانا، فمباشرة تم القبض على ريتشارد. لما حققوا معه تبين انه هو اللي قتل زوجته، قتلها بدون ما تعمل اي ذنب. هو قتلها بس علشان يكتب رواية يشرح فيها بالتفصيل طريقة قتل الرجل لزوجته، وتم سجنه لمدة 2 شهر فقط، وبعدها توفى بسنة 2016.